الخوت، واش شو هاد المنكر اللي وقع اليوم في مدينة طنجة ولا لا؟ واش عمركم شفتوا راجل كيعتدي على مراه كيدخلها بالبلوكيس؟ هادشي وقع اليوم بمدينة طنجة، سائق تاكسي كيعتدي على سيدة، والمبرر كيقول دات له درهم. درهم عارف شنو هو درهم؟ يعني 10 سنتيم، يعني تقدر تلقاه في الزنقة وتعقص حني تهزو. وهاد السيد كيدخلها وكيسب الدين بسبب درهم. الخوت مبررات ما بغيت. تخيلوا هاد السيدة تكون الزوجة ديالكم، الأم ديالكم، الأخت ديالكم، وشي واحد كيعتدي عليها بهاد الطريقة. علم الله شنو وقع داخل التاكسي. هاد الشيء غير اللي شفناه يعني برا التاكسي. لا حديث اليوم في مدينة طنجة مواقع التواصل الاجتماعي إلا هاد السيد اللي راجل ولكن غير الاسم فقط، لأن الرجال ما يتعداوش على امرأة مهما كانت الأسباب يسمحوا في حقهم الرجولة أو تستعرض العضلات ديالك أمام امرأة فكتم شماتة. الصراحة يجب أن تكون عقوبات صارمة في حق هذا السيد. هذا الصراحة هذا اللي عنده الرخصة ديال السياقة ديال بيرمي كونفيانس بالي خصها تنزع منه الصراحة، لأن لا يعقل أن نشوف رجل يعتدي على امرأة. شوف معايا مقطع من الفيديو اللي ما غاديش نقدر نصوره كامل، ونمشيو نشوفوا شنو وقع مع هذا السيد. يعني مصيبة كحلة والله العظيم بالله. شوفوا معايا الخوت. السلام عليكم. واش شفتوا هذا المنكر، هذا العجب اللي وقع اليوم في مدينة طنجة ولا لا؟ لأنه لا حديث اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي المغربية وخاصة ديال مدينة طنجة إلا عن هذا سائق التاكسي اللي نسميوه سائق التاكسي لأنه كيسوق التاكسي، لأن صعيب باش توفر فيك شروط ديال سائق التاكسي، يعني باش تعطاك رخصة سياقة ديال يعني صاحب ثقة، يعني تكون إنسان ذو ثقة باش يعطيوك هاد الرخصة ديال السياقة. هاد السيد يعني خصها أول حاجة خصها تنزع منه هاد الرخصة ديال السياقة، سواء هاد السيد اللي ما كنعرفوش أو لا أي واحد كيتصرف يعني تصرف مثل هذا التصرف ديال الجبناء ديال الأغبياء. كتعتدي على سيدة صاحبي، كتضرب امرأة على درهم وكتسب الدين. إذن أول حاجة يعني هاد السيد خصها تسحب منه هاد الرخصة مهما كانت الأسباب ومهما كانت ردود الأفعال. خصك تكون يعني الأعصاب ديالك جد باردة بالي، لأنك كتستعمل أو كتستعمل الوجه ديالك يعني مع الزبناء كيطلعوا معاك يعني ناس مختلفة كل مرة. وشكون يطلع معاك؟ نهار يطلع معاك واحد، المهم بدون ما نذكره يعني، ويطلع معك واحد شارب، يطلع معك واحد ماشي هو هذاك، يطلع معك واحد معصب، يطلع انت يعني كتعطاك واحد الرخصة، يعني كتعطى الانسان يعني فيه الثقة، كتثق فيه الدولة وكتعطيه واحد الرخصة باش يعني يتعامل مع الزبناء بالي. من غير هذا الشيء اللي كنسمعوا في الصيف يعني ديما كينوض واحد الجدال، ما كيبغيوش يوقفوا الناس، كيوقفوا، هذا موضوع اخر. ولكن باش توصل انك يعني تعتدي على امراه وكنسمعوا درهم دات لي درهم، يعني دابا هذه دات لك درهم، اذا كان راه مصيبه كحله والله العظيم، اذا مصيبه كحله. حنا يعني ما خصنا نقطعوا الرزق ديال حتى شي واحد، ولكن الراجل ما بغيوش نشوفوا الراجل كيتعدى على امراه على درهم. يعني كتستعرض العضلات ديالك صاحبي امام امراه، امراه كتبان اللي هي ماشي زعما شي شابه باقا صغيره، كتبان يعني امراه يعني متوسطه العمر 100% عندها اولاد، يعني الاولاد ديالها غادي يشوفوا هذا الفيديو. يعني مصيبه كحله وصافي.
اول حاجه انا الراي ديالي، الراي ديالي يعني ناس بحال هادو سواء هاد السيده ولا اي واحد يعني قاموا بهذا العمل بحال هذا، اول حاجه يعني خاصها تنزع منهم يعني هاد الرخصه ديال السياقه اللي كتعطى للناس اللي خصهم يعني تكون فيهم الثقه انهم ما يسرقوا متاع الناس، مالي ماشي يسرقوا مثلا في حاله شي واحد نسى شي اوبخيتو يعني بسطام، كاين الناس اللي كينساو الله يحسن العوان، كاين اللي كتنسى اللبسه ديالها، كاين اللي كينساو الذهب ديالهم. داك النهار شفت واحد المنشور والله ما داوها فيه واحد السيد مسكين في طنجة عيا ميرغب، يعني ما عرفش شي مبلغ مهم، ما عرفش شنو كيوقع ساعته الا الانسان الراس ديالو عامر بالمشاكل، نسى شي مبلغ مهم ديال الفلوس وكيقول هذا يعني شقى عمري ولا هذا، والله الا متبع مع المنشور ما انا ما شفت باقي ما تردتلوش داك الامانه ديالو. ولكن هذا الشيء اللي شفت هذا النهار يعني من هذا السيد هذا كيسب الدين بعدا، كيهضر على درهم 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 يعني درهم درهم ما يشري لك والو في هذا الزمان درهم، بالين كاينه بزاف ديال الحوايج انك ترد حقك في حاله اذا دات لك درهم الانسان يعني درهم درهم اصاحبي نوتي تعمل هذا الشيء، واذا كان اذا وقع لك شي حاجه شنو تقتل الروح واقيله لحسن الحظ كان تما ذاك السيد يعني فارقهم، سينو هذا السيد هذا يعني فاقد الاعصاب ديالو ما نعرف فين يوصل، بالي ولهذا يعني ساكنة طنجة يعني كلها كطالب، شفت انا في التعاليق ديال الفيديوهات يعني الكل يطالب بسحب رخصة السياقة من هذا الشخص اللي ما يستاهلهاش، يعني ما دام انه اعتدى على امرأة، يعني تصوروا يعني شي حاجة اخرى، المرأة وكيدخلها يعني ماشي كيدفعها ولا كيحيد لها يدو، كيدخل بلوكيس وكأنه يعني في 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 يعني في مقابله ديال الملاكمه ولا هذا، كيدخل يعني كيحيد وكيدخل بلوكيس، هذا راه يقدر هذا الناس بحال هادو يعني مهما كانت الاسباب، قوليش شي واحد لا راه غادي تقطع له الرزق ديالو، نو نو نو، هاد الشخص بحال هذا يعني ما يستاهل الصراحه. المهم كيقولوا بلي تم القبض عليه، ولكن يعني لازم يعني طبق في حقه يعني اقصى العقوبات باش يكون عبرة يعني لأي واحد. عندي رسالة يعني نداء للناس يعني اللي عندهم مهتمين بهذا يعني الناس ديال الطاكسيات وديال النقل العمومي، مالي النقل العمومي يعني بجميع أشكاله يعني تكون مراقبة، ما يخليوش هاد العشوائية هذا الصراحه يعني كل واحد عامل اللي بغا، كنسمعوا التاكسيات ما كيبغيو يوقفوا لحد، كطلع مع التاكسي هو كيقول لك ماشي انت كتقول له ديني شي بلاصه، هو كيقول لك فين ماشى وعلى الهوا ديالو، اذا كان ماشي داك الاتجاه يعني خص القوانين ديال هاد التاكسيات على بالاخص وخاصه هاد التاكسيات ديال اجره تاكسي صغير يعني خص يتعاود النظر الصراحه يعني في هذا الشيء اللي كنسمعوا، الله اعلم شنو كيوقع ولكن هذا الشيء اللي كنسمعوا بزاف وفي جميع المدن المغربيه، تاكسي واحد يعني خص يكون واحد يعني المراه وبنتها ولا المراه وجوج ولادها ولا الراجل ومراته وبنته ولا هذا، راه مستحيل من سابع المستحيلات ان التاكسي يوقف لك، وهذا الشيء هذا يعني خص تكون عقوبات صارمه في حق هاد الناس هادو، بالي والا تسحب منهم الرخصه ديال السياقه، يعني التاكسي مادام كيهز ثلاثه ديال البلايص فخصو يهز ثلاثه ديال البلايص، ماشي لابد يكون واحد. المهم انا خرجت على الموضوع، ولكن هذا الشيء يعني اللي شفناه اليوم راه غادي تعطى علينا واحد نظره خايبه بزاف، بالي هذا الشيء ما ربما غادي تداولوه يعني حتى الصحافه يعني الدوليه غادي تداول هذا، ما عمرنا شفت شي حاجه بحال هذه، بالي ان سائق تاكسي كيتعدى وخاصة على امرأة وعاد غادي يقولوا دابا مثلا في اسبانيا بور 10 سنتيموس، بالي 10 سنتيموس اللي بنادم كيلقاها في الارض ما كيعجز يحني عليها، واش تفهمنا؟ اذا على السلطات المغربية او يعني المهتمين بهذه الشؤون ديال التاكسيات وهذا ان ويجب ان تكون عقوبة صارمة الصراحة في حق الانسان، يعني انه ماشي غير اخطاء وصافي ولا بد يعني ينال العقوبه ديالو تكون يعني اقصى العقوبه بحق هذا السيد هذا باش يكون عبره، لان هذه السيده حسبوها يعني تكون الزوجه ديالكم، تكون الام ديالكم، تكون الاخت ديالكم،
يعني حتى شي واحد ما غادي يبغي هاد السيده هاد الشيء. ما تقولوليش لا وهي عملاته وهي فعلاته وهي فعلاته هذا. انا ما نسمع حتى شي حاجه باش تعتدي على امراه يعني كتسمى ماشي راجل. الرجوله ماشي انك تبين العضلات ديالك يعني قدام امراه. انتم شو اللهم هذا منكر. انتم يعني اعطونا كذلك يعني ما تخرجوا الاراء ديالكم في التعاليق. لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي ما نقولوا الخوت. صلونا في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.